اموت عليك اموت عليها واحبها وراح تلبس من عندي بهواي حفلات. لفتت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار إليها بعد أول ظهور ليها بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب، وده بعد غياب طويل فظهرت وهي خسرانة كتير من وزنها، وشاركت مصممة الأزياء العراقية زينة زكي فيديو ليها مع شيرين من دبي وهي بتستعد لإحياء حفل رأس السنة هناك، وكمان كانت بتعمل مجموعة من البروفات. وعبرت زينة زكي عن حبها الشديد لشيرين عبد الوهاب وظهرت معها في فيديو نشرته عبر حسابها بإنستغرام وهي بتحضنها، وقالت ملكة الإحساس في العالم كله أموت عليها وأحبها. شوفوا منو هاليوم شغل ملكة الإحساس، انتي عبارة عن إحساس ويوصل للعالم كله. تدرون ليش؟ لأنه صادق الإحساس مستحيل يتمثل، مستحيل مستحيل. فأنا يعني مو بس فخورة أنه بنتي، أموت عليك أموت عليها وأحبها وراح تلبس من عندي بهواي حفلات. شنو رأيك بتصارت إني؟ ومن كام يوم فاتوا عرفنا ان الفنانة شيرين عبد الوهاب انفصلت عن زوجها الفنان حسام حبيب يوم 14 ديسمبر اللي فات، وده بعد جواز دام اكتر من 5 سنين بعد خلافات كتير بينهم. طلاق النجمة شيرين وحسام حبيب مهما اقول لكم مش هتصدقوا هي قالت ايه. انا بحبه، حبته عقربة مش لاقيه حته تنام فيها. وكشفت شيرين تفاصيل انفصالها عن الفنان حسام حبيب في تصريحات خاصه ليها، وقالت ان الطلاق تم رسميا عند المأذون على رغبه من الطرفين وبرضاهم. كمان أكدت في الوقت نفسه أنها هي وحسام في صحة جيدة. كمان وضحت شيرين أنها بتستعد الفترة الجاية لطرح مجموعة من الأغاني واللي بتحضر لها دلوقتي.